حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم السبت عن انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي لتبلغ 235 ألف برميل يوميا. وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 235 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمعدل 38 ألف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغت الصادرات النفطية فيه لأمريكا معدل 273 ألف برميل يوميا. أكدت وزارة النفط في العراق تأييد اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في أوبك بلس الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير، مع التشديد على تقييم أوضاع السوق النفطية عن كثب. وأشارت الوزارة إلى التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك بلس والدول المنتجة المتحالفة معها بإعلان التعاون والالتزام من أجل تحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية. وفي السياق أكد مدير عام شركة تسويق النفط سومو أن الإبقاء على سياسة الإنتاج لأوبك بلس يهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار للسوق النفطية. أعلنت هيئة النزاهة رصد اختلاس نحو 360 مليون دينار من مبالغ الإيرادات والأمانات المودعة في دائرة ماء قضاء سامراء. وأشارت الهيئة إلى أنها كشفت مخالفات في مبالغ الأمانات الضريبية التي مضى عليها 5 سنوات ولم تقيد إيرادا لحساب الخزينة العامة، لافتة أن مجموع المبالغ التي لم تقيد كإيراد بلغ نحو 26 مليون دينار، وتم ضبط أصل سجل الأمانات للسنوات 2015 و16 و17 ومذكرات إذن قبض المبالغ المالية وصورة مصدقة عن مذكرات التسوية الخاصة بحسم مبالغ الأمانات. وصلت إيرادات الصادرات التركية ارتفاعها في شهر تموز الماضي، حيث زادت بنسبة وصلت إلى أكثر من 8% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، قال إن صادرات بلاده في شهر تموز سجلت مستوى تاريخي ببلوغها أكثر من 20 مليار دولار، موضحاً أن صادرات بلاده منذ شهر كانون الثاني ولغاية شهر تموز بلغت 143 ملياراً و435 مليون دولار. لفت إلى أن حصيلة الصادرات من المنتجات التكنولوجية المتوسطة والعالية ارتفعت من 37% في العام الماضي إلى 41% في العام الحالي. وفي خبرنا الأخير، ارتفع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة فاو التابعة للأمم المتحدة في شهر تموز الماضي من أدنى مستوى له في عامين بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي. وقالت المنظمة إن مؤشرها الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً بلغ في المتوسط نحو 124 نقطة في شهر تموز مقابل 122 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق. وأشارت المنظمة إلى أن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12% مقارنة بشهر حزيران بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية، مضيفة أن زيت دوار الشمس ارتفع بأكثر من 15% على أساس شهري. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهايه الموجز الاقتصادي في امان الله.